انا نينو دي قناتي، لو اول مره تشوفوني ما تنسونيش في كومنت حلو زيكم ولايك، ويا ريت اللي ما اشتركش يشترك في القناه عشان يوصل له كل جديد من فيديوهاتي. عايزه افكركم بس ان القناه بتاعتنا منوعه. الريفيو بتاع النهارده عن كريم التشققات بتاع الجلد واليدين اللي هو ابن سينا. ده موجود في ماي واي، بيتباع في ماي واي. انا جبته وجربته وقلت لازم انزل لكم ريفيو عنه بكل تفاصيله، هقول لك مميزاته وعيوبه وكل حاجه تخصه. طب مش يلا بينا نخش في الموضوع عشان ما تقولوش ان انا رغيه. يلا بينا نخش. زي ما انتم شايفين ده شكل العلبة بتاعتي، مكتوب عليها ان هو كريم لتشققات وجفاف الجلد واليدين والقدمين، مكون من خلاصة عشبة طبيعية مفهوش اي مواد كيميائية، وكمان بيساعد على التئام التشققات الجلدية اللي هي بتبقى في ناس كده جلدها بيبقى ميت وبيبقى عندها زي تشققات كده في الجلد، فكمان بيساعد على التئامها. وكمان ان هو مصنوع من مية وجليسرين وشمع عسل زيت خروع، فالمواد اللي فيه كلها مفهاش اي ضرر. وكمان طريقة استخدامه سهلة جدا، وان هو كريم كمان سهل وخفيف مش تقيل على جلد الجلد، بيتشربه بكل سهولة. وعايزة اوريكم بقى شكله من جوه. ده شكل العبوة بتاعته من جوه، شكلها حلو ظريف مش وحش. دي حجم العبوة 40 جرام. تمن العبوة بتاعته 10.75 جنيه، كان نازل في الكتالوج شهر واحد. شكله في الكتالوج بيبقى بالشكل ده كده اهو، زي ما انتوا شايفين ده شكله اهو. كريم التشققات ابن سينا 40 جرام ب10.75 جنيه. طبعا في شهور تانية كان نازل ارخص. ده شكله كده. تعال بقى نشوف شكله من جوه. بيبقى جاي عليه سوليفانة كده عشان تعرفي ان هو انا فتحاه، بس انا سبت السوليفانة عشان اوريكم ان انا ان هو بيبقى جاي شكله عامل ازاي. بتفتحي السوليفانة كده، انا بحب اسيب الحاجة بصراحة عليها السوليفانة عشان برضو بتبقى اضمن يعني، فبفتحها كده وبسيبها وبرجع اقفلها تاني بالمنظر ده كده. شكله من جوه لونه ابيض اهو، بصوا لونه ابيض. باخد منه حاجة خفيفة خالص، ما باخدش منه كمية كبيرة، وببدأ ان انا ادهن بيه المنطقة اللي انا عايزة ادهنها، اللي هي مثلا كعب الرجل، الرجل كلها، الايد من جوه، الايد من بره، الكوع، اللي هي الركب، الحتت اللي هي بتبقى جافه معايا، اي حته فيها تشققات او جفاف او حاسه ان هي جافه ببدا ان انا اعملها. عايزه انا مثلا هدهن ايدي من بره ومن جوه والكلام ده، ببدا ان انا اعمل كده وادهن اهو كده أهو. تمام، بدهن بقى كده واحط هنا واحط هنا وبدهن بقى. تمام، بحس بايه اول ما بدهنه؟ بحس ان ايدي نعمت قوي 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 بجد. عايزه اقول لكم ان انا دهنه قبل ما اعمل الفيديو، عشان كده اخدت كميه بسيطه كمان ومحطتش قوي، عشان انا دهنه كمان قبل ما اعمل الفيديو. تمام، بس كده ببدا ان انا ادهنه كده. فاول ما بدهنه بحس يا بنات والله بترطيب ونعومه، تحسي بصي ان ايدك ناعمه ناعمه قوي زي بشره البيبي. بصوا ناعمه ازاي، تحسي ان ايدك ناعمه، مع اننا في الشتاء بتحسي ان الجلد جاف من كتر غسيل المواعين والميه الساقعه والسقعه والرطوبه والكلام ده، لا منعم الايد، مديها برده النعومه اللي بتبقى اللي هو النعومه العاديه بتاعتنا. برده لما بدهنه على اللي هو الكوع بتاع الايد بيديني نفس النتيجه، على الركب نفس النتيجه. نيجي بقى للرجل، في ناس بتشتكي ان كعب الرجل عندهم بيبقى متشقق قوي وشكله مش ظريف. بتعملي ايه يا ست الكل؟ بتيجي الصبح اول ما تصحي تدهني منه. هو اولا ريحته حلوه جدا، ريحته بريحه النعناع، فريحته حلوه ما فيش اي قلق منه ان انت تحطيه بالليل الصبح. بيستخدم مرتين في اليوم، مره الصبح ومره بالليل. فتيجي مثلا تقولي بالليل اخاف احط عشان جوزي او مثلا حد يكون جاي لي وشم ريحته يقول لا وحشه، لا ريحته نعناع، ريحته حلوه جدا، فتحطيه في اي وقت ما فيش مشاكل. المهم جينا دهنا الصبح رجلينا وايدينا وحطينا على الاماكن الجافه، نيجي بالليل بقى ندهن برضو ايدينا ورجلينا واللي هو الركب والكوع. بس بقى كعب الرجل ممكن تدهني رجلك من قدامه وصوابعك وكل القصص دي، بس بقى كعب الرجل هو اللي الشغل فيه. كعب الرجل لما تيجي تدهنيه المفروض ان انتي عشان لو بقى عندك تشققات جامده وعايزه تروح تعملي ايه، تاخدي كميه كويسه كده وتبداي ان انتي تدهني المنطقه المصابه بتاعه كعب الرجل كلها. وبعد ما تدهنيها وتدلكيها وانتي بتدهني بحركات دائريه، تدلكيها لحد ما تتشرب الكريم بتاعك، وتروحي جايه لابسه عليها شراب. لما تلبسي شراب ما تعمليش، اعملي الحوار ده بالليل عشان انتي كده مش هتتحركي وهتنامي.
تلبسي الشراب هتخلي الرجل تسخن مع الكريم، هتلاقي ان تاني يوم لما تصحي ان رجلك كده بقت ملسة زي رجل البيبي. طبعا لو العملية معاكي كبيرة ورجلك بايظة خالص هياخد معاكي 2 3 عقبال ما يلم الجلد تاني ويشيل الجلد الميت والكلام ده. طبعا يا ريت يعني يا ريت ان انت قبل ما تعملي العملية دي تكوني غاسلة رجلك كويس ومنضفاها، علشان لما تحطيها على نظافة فيعمل مفعول معاكي سريع على طول. تمام، ده بالنسبة للناس اللي عندها الموضوع واو قوي يعني وجامد. اما الناس العادية اللي هي بتشتكي من تشققات بسيطة فهي دوبك ان هي تدهن، لبست شراب ما لبستش شراب ما فيش مشكلة. طب انا يا نينو بلبس شراب طول النهار او لاكلوك ما دهنش؟ لا ادهني عادي ولبسي اللاكلوك بتاعك او الشراب، ده بالعكس انت كل ما تدفي رجلك وتخلي سخونية رجلك مع الكريم هيعمل شغل اسرع واكتر. عايزة اقولك كمان ان انا اكتشفت ان ابن سينا ده بيعالج الصدفية، في الدكاترة بتاعت الجلدية بتكتبه للناس اللي بتعاني من الصدفية ان هو يعالج الجلد، لان هو اصلا للجلد حلو قوي 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 قوي، مفيد للجلد اصلا يعني، حتى في الجلدية بينصحوا بيه، فليه فوائد كتير قوي قوي قوي. بس احنا بنهتم بالفوائد اللي هو التشققات، اما بالنسبة للصدفية والكلام ده انا بحب الدكتور هو اللي يكتب نفسه بصراحة، اي مرض تاني بحب الدكتور هو اللي بيكتبه لنفسه، فما بحبش اقول حاجه برضو وافتي فيها، انا بقول لكم هو بيعمل ايه وايه وايه، انما محدش يروح يجيب يقول لي يا نينو ما تقولش بيعالج الصدفيه، انا بقول لك انا سمعت ان هو بيعمل كذا وكذا وكذا ودي حاجته، انما انا بقول لك الحاجه اللي انا جربتها اللي هي التشققات والجفاف، عشان ابقى صريحه معاكي ما اكذبش عليكي واقول لك انا جربته في الصدفيه ولا جربته في حاجه تانية، لا يعني بعيد عني وعنكم ان شاء الله، انا ما جربتوش الا في اللي هو الجفاف والتشققات، فانا بقول لكم تجربتي معايا ممتاز ممتاز فوق الممتاز وتحفه، وكمان تمن على قد الايد وحجمه مناسب بيقعد معاكي فتره طويله وحلو قوي 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 قوي. بس كده، ده كان الفيديو بتاع النهارده او الريفيو بتاع النهارده، يا رب اكون قدرت افيدكم ويا رب اكون خفيفه على قلوبكم، واستنوني فيديو جديد وريفيو جديد مع نينو.